مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم النهارده وحلقه جديده من برنامج شباب ستايل. الحقيقه كلنا بيجي علينا فتره بنمر بحاله حزن او زعل شديد بسبب يمكن نكون فقدنا حد عزيز علينا او غالي علينا، زي الاب او الاخ او الام او الزوجه او الزوج. ايا كان السبب تبقى فتره صعبه علينا. يا ترى هو ده او هي دي الفتره اللي احنا ممكن نزور فيها الطبيب النفساني، ولا الموضوع اكبر من كده بكتير؟ ممكن أسألكم سؤال بسيط جدا، ليه في الفترة الأخيرة بقى موضوع زيارة الطبيب النفسي مش عيب زي ما كنا متخيلين زمان؟ ممكن نروح عند طبيب نفساني ونبقى خجلانين أو مكسوفين أو ما نقولش لحد خالص. ليه في الفترة الأخيرة بقى الموضوع عادي جدا، موضوع ان احنا نروح لطبيب نفساني ما بقاش علشان احنا مجانين، لا علشان فعلا ان احنا محتاجين حد نفضفض ليه ويريحنا او يحل مشكلتنا. معلومات كتيره بجد محتاجين ان احنا نعرفها، ولكن من خلال ضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده والقيمه العلميه دكتور خالد عمر استشاري الامراض النفسيه والعصبيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورتيني وشرفتني. الله يحفظك. مبدئيا كده يا دكتور عايزين نعرف اي مريض بيبقى عايز يزور الطبيب النفسي بيتقال عليه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، يا ترى تخصصين تخصص واحد نفسيه وعصبيه ولا في فرق ما بينهم؟ هما تخصصين وبيدرسوا في بعض كليات الطب على مستوى الماجستير مع بعض. بيبقى الطبيب متخصص في علاج الامراض النفسيه وهي المتعلقه بالسلوك والافكار والمشاعر والادراك وكل ده، وكذلك امراض الجهاز العصبي العضويه المختلفه. تمام. طب نقدر نقول كده الاسباب، ايه الاسباب اللي ممكن تحصل لنا تخلي فيه مرض نفسي؟ هل بيرجع لسبب وراثي ولا ممكن سبب حدوث صدمه معينه ادت الى حاله نفسيه؟ الثلاث اسباب الرئيسيه اللي بتؤدي الى ظهور الامراض النفسيه في وراثه، يعني في استعداد وراثي لظهور مرض معين في فتره معينه من العمر. اتنين، طريقه التنشئه اللي نشئ بيها الطفل او الطفله بتترك اثار مهمه. كذلك التعرض لضغوط نفسيه في اعمار مختلفه ومواقف مختلفه، وزي ما سيادتك ذكرتي من قليل مساله فقد شخص عزيز، طبعا دي ممكن تفجر استعداد معين موجود. تمام. دايما يا دكتور بنسمع ناس كتير عندها حاجه اسمها الوسواس، وسواس النظافة، وسواس في شيء معين، دايما متخيلة ان في حاجة هتحصل لها مشكلة او مصيبة تحصل لها. هل الوسواس ده مرض نفسي واسبابه ايه؟ الوسواس القهري مرض نفسي ممكن ياخد اشكال متعددة، ممكن ياخد شكل الطقوس زي ما حضرتك ذكرتي، غسيل الايدين او النظافة الزائدة. كذلك ممكن ياخد شكل اندفاعات في السلوك احيانا، كذلك ممكن ياخد شكل فكرة ضاغطة، غالبا بتبقى متعلقة بمجالين صحيح يمكن ما لهمش علاقة ظاهرة ببعض، وهو الأفكار الوسواسية أو حول الحق سبحانه وتعالى والخلق ومين خلق وإزاي وخلق وكده، وبعض الأفكار الجنسية أو المخاوف الجنسية. الموضوعين دول بيشكلوا جزء رئيسي من كثير من الوساوس القهرية. طب ده نقدر نقول العلاج إيه يا دكتور؟ العلاج بيتشكل على ثلاث مستويات. المستوى الأول وهو بعض الأدوية اللي بتعادل بعض مواد كيماوية اختلت في المخ اللي نسميها الناقلات العصبية. كذلك المستوى الثاني هو العلاج السلوكي أو المعرفي اللي بنبتدي نبصر فيه المريض بطبيعة الوسواس اللي عنده وإزاي يقدر يتخلص منه. المستوى الثالث العلاقات الأسرية القوية اللي بتدي دعم للمريض او المريضه فيقدر يقاوم او يتخلص من الوساوس ان شاء الله. لكن مش ممكن عن طريق جلسات مثلا مع الطبيب النفسي؟ ما هي دي اللي بنسميها جلسات العلاج السلوكي والمعرفي. تمام. طيب في بقى الاكتئاب، هل الاكتئاب مبدئيا كده الاكتئاب ده مرض نفسي ام مرض عقلي؟ الاكتئاب عاده مرض نفسي الا في الحالات الشديده اللي ممكن يكون فيها أفكار شوية تشاؤمية، طبعا دي اللي ممكن نسميها وصلت إلى مستوى المرض العقلي. طب هل يا دكتور الاكتئاب ممكن لو سيبنا مثلا ما تعالجش، أو احنا نتكلم يعني في اللي بيحصل بعض القرى أو بعض المدن في المحافظات بيقول لك إن ده دلع، بيسموه دلع، والله لو سيبنا بقى الحالة يعني ما تعالجتش ده بيوصل لإيه؟ هصحح تصحيح بسيط. وعي الناس في مصر في الأربعين سنة الماضية بالأمراض النفسية زاد جدا، وزي ما سيادتك ذكرتي من قليل ما بقاش فيه كلمة وصمة المرض النفسي
أو الجنون. أولا ما فيش علميا لفظ اسمه الجنون، ما فيش مرض اسمه الجنون. ثانيا الناس ما بقتش تخجل إنها تقول أنا بروح للطبيب النفسي أو أنا باخد دواء أو أنا بتعالج، مش زي زمان، مش زي زمان اكيد. بس لكن برضو احنا برضو عايزين نركز على القرى والمدن بتاع المحافظات، برضو ما عندهمش الوعي الكافي ان هي يطلعوا يتجرؤوا ويقولوا ان انا بروح زي حضراتكم دي. والمختلف القنوات بتساعد في زياده وعي الناس بالمرض النفسي وبالطبيب النفسي وبيعمل ايه وشغلته ايه، دي بتخلي الناس ممكن تقبل على المريض بدون تخوف ان شاء الله. طيب لو افترضنا بقى ان المريض ما راحش الطبيب او فضل زي ما هو في حاله الاكتئاب، الحاله بتتدهور طبعا على المستوى على مستوى الاسري، لو زوج او زوجه طبعا بيتدهور حالته داخل الاسره، كذلك لو في عمله كفاءته بتقل، ايام الغياب بتزيد، تكلفه العلاج لو في علاج تزيد جدا لو المرض كان في مراحله المتاخره، يعني كل دي اضرار. تمام. طب اكتئاب الحمل يا دكتور ممكن يأثر على الجنين؟ اكتئاب الحمل ممكن يأثر على الجنين في نمو الجنين. وطبعا في هناك كمان اكتئاب او هوس اكتئابي ما بعد الحمل، دي تحصل في نسبة 18% تقريبا من حالات الحمل والولادة. لكن ما يأثرش على الحالة النفسية يأثر على بتاعته؟ نمو لا يأثر على نمو الجنين. تمام. طيب اتكلمنا عن المهدئات يا دكتور، دايما كتير من البنات او الرجال حالته النفسيه تعبانه يروح للصيدليه، انا عايز مهدئ اعصاب، يديله الصيدليه وبياخدوه. فعلا بيحصل وبياخدوه بجرعات زايده جدا، ده ممكن يؤدي للادمان او ممكن يؤدي الى فعلا خلل في ممكن يؤدي الى اضطراب سلوكي ونفسي، يؤدي الى الادمان والتعود، كذلك اضطرابات في النوم والشهيه والعلاقه الزوجيه. فايضا وجود جدول للمواد اللي يعني مجرم تعاطيها بدون وصفه طبيه دي حاجه كويسه. تمام. عايزينك برضو تكلمنا يا دكتور عن اهميه زياره الطبيب النفسي، يعني عايزين برضو الناس تعرف ان مش لازم ان انا اروح لدكتور نفسي علشان انا مجنونه ولا علشان مثلا بمر بحاله جنونيه ما اقدرش اواجه الناس بيها، فده شيء طبيعي جدا ان انا ازور الطبيب النفسي على ثلاث مستويات. إما إن الشخص حس إن هو محتاج إلى مشورة الطبيب النفسي فبيذهب بنفسه، أو إن الأسرة لاحظت سلوك غير عادي أو غير سوي على الابن أو الابنة أو الزوج أو الأخ أو كده فبيذهبوا للطبيب النفسي. المستوى الثالث هو حضراتكم وبرامج التوعية الطبية والوعي العام للناس، بتخلي الناس تتشجع انها تروح للطبيب النفسي. هو بالفعل كده يا دكتور، يعني برضو في الفترة الأخيرة زي ما قلت في البداية ان الناس بقى عندها وعي كافي، برضو هو مش كل الناس بس إلى حد ما الناس بدأت تقول أنا بروح لطبيب نفسي عادي، أنا تعبانة نفسيا فبروح. تفتكر ليه؟ هل مثلا عشان في تقدم ولا هل علشان بقى في الوعي؟ والله طبعا كمية البيانات المتاحة على أجهزة الإعلام القديمة وهي التلفزيون والإذاعة والصحافة، كذلك السوشيال ميديا الجديدة الضخمة مع التكنولوجيا المتقدمة لها دور. ثلاثة انه الناس بيقولوا البعض، يعني ممكن واحد يقول انا رحت لفلان ولقيته طبيب كويس وممكن تروح له او تساعد او كده، دي حاجة موجودة. اكيد. بنسمع بقى يا دكتور عن حاجة مهمة جدا جدا، الانفصام او زي ما بيقولوا انفصام الشخصية. هو ايه الانفصام الشخصية؟ هقول لسيادتك ما فيش حاجة لفظ كلمة انفصام الشخصية، ده لفظ غير علمي. تمام. لكن في مرض عقلي اسمه الفصام. الفصام أو الذهان. تمام. وهو بيحصل فيه اضطراب ممكن في التفكير، في السلوك، في الإدراك، في المشاعر. عيبه إنه بيطول وإنه بيحتاج علاج كثير ومتعدد وممكن يحتاج دخول مستشفى فترات. كذلك كلمة الانفصال يمكن سيادتك كنا بنتكلم قبل الهواء او تعدد الشخصيات دي، يعني لفظ ليترال زي ما بنقول ادبي اكتر او درامي، لكن في احيانا شخصيه ممكن تبقى في جزء من اليوم او عده ايام بتتصرف تصرفات وتيجي في ايام اخرى تبقى التصرفات مختلفه شويه، ده شكل من اشكال الامراض النفسيه موجود. بس هي بتحصل جرائم يا دكتور، ده بتحصل جرائم ان الشخص يبقى بيفعل جرائم ويقول لك انا مش فاكر حاجه، انا مش حاسس بحاجه. على ثلاث مستويات، شخص وضع في وضع الدفاع عن النفس او بينتقم لشرفه او عرضه او ماله ويرتكب جريمه وهو ما كانش مخطط لها خالص، والقاضي طبعا بياخد ده في الاعتبار. الحاجة الثانية انه مريض عقلي ويندفع في السلوك
نتيجه مثلا شكوك جت في مخه، تصور ضلالي زي ما بنسميه، ويعتقد ان الشخص ده عايز يأذيه او يضطهده او كده فيعتدي عليه. الحاجه الثالثه وهي الجريمه، او مش الجريمه، يعني الجريمه اللي هي مدبره او نتيجه التعاطي او مخططه من مجموعه، طبعا ده ممكن طبعا تكون برضو موجوده لكن ملهاش علاقه بالمرض النفسي في ذلك. ملهاش علاقه ان الانسان ممكن يعيش بشخصيتين، يعني لا، نوع من حكاية أنواع بشخصيتين ويرتكب جريمة وهو في الشخصية الأخرى، دي مسألة برضو بقول لسيادتك درامية أكتر منها واقع طبي. احنا دايما فعلا نفسي. بنشوف في الأفلام كتير لا ده مش بيعمل جرايم وبعد كده يقول لك أنا مش ومنوم مغناطيسيا، لا ده حاجة درامية أكتر منها حاجة طبية يعني. طيب دايما يا دكتور بنشوف، هل الأطفال في الصغر عند مثلا فقدانهم لأحد الأبوين سواء الأب أو الأم، الحنية نفسها مش إن هو الأب فقد والأم نتيجة التوفى، وفاة، ده ممكن يؤدي إلى مرض نفسي في ال والله طبعا قد يكون عنصر مساعد، لكن مش كل الأطفال اللي تعرضوا لابتعاد الأم أو زواجها مرة أخرى أو انفصال الأبوين بيتعرضوا لأزمة نفسية. بعضهم يكون عنده استعداد وبعضهم الآخر يتحمل الأمر كنوع من ضغوط الحياة وينمو بطريقة طبيعية. يعني احنا دايما يا دكتور بنشوف شباب كتير، الشاب يتجوز يبقى عنده حاجة 20 سنة ويتجوز واحدة عندها 60 سنة، هو يعني هو حاطط في باله ان هو بيحبها ويقول لك انا بحبها، او هنا الآخر، او برضه ممكن خلل في موضوع البنت، الحب، فهل ده ايه يعني؟ خلل في موضوع الحب ان هو اختيار الشريك المناسب. يعني الدين والعلم يحثوا على ان الزواج يبقى متكافئ، اكيد ان الزواج اللي فيه فرق سن كبير برضو بيبقى في الاغلب زواج غير متكافئ، نادرا ما ينجح. هو اكيد يا دكتور، بس هي يعني هي في الوقت ده، لا هي شايفه غير عوض. كده، قد هل ده تكون مثلا نوع من سبب؟ التعويض. ما انا عايزه اتكلم في النقطه دي، يعني هل هي شايفه ان ده بيعوضها عن الاب وهي مش حاسه مثلا، احتمال، او الولد والعكس نفس الشاب نفس والعكس الكلام صح، العكس صح. البنت؟ نعم. طب ده بيكون حله ايه يعني؟ لو والله شاب او هنا بنت انا حصل ماليش معاها دور النقطه ده بيكون كطبيب فيها ايه؟ نفسي، ماليش دور، هو اختار وهو مسؤول عن اختياره، سيكتشف قريبا او بعيدا انه اخطا او اصاب، هو مش لكن بيبقى ماليش دور. متخيل ان هو اخطا، هو انا مثلا عندي بنتي بتمر بحاله زي كده، بتحب شخص ايا كان عنده 60 سنه وبتقول لك انا بحبه، نعم او الرجل او الشاب، نعم. انا بقى كدوري كأم او كدوري كأب او الجيران دوري او اواعي، الصحاب عايزه اواعي اودي. بمعنى اني ابين ان ما فيش تكافؤ وان في مشكلات صحيه وفي مشكلات نفسيه وفي مشكلات ماديه هتظهر، ويبقى كده اديت دوري وعيت وهو له او لها الاختيار بعد كده. ما انا قصدي يا دكتور، هو مريض نفسي، هو عايز يروح للطبيب مش نفسي علشان ما يتعالج، نقدرش هو مش نصنفه شخص طبيعي وبيفكر في اسباب على تانية. انه مريض نفسي، لا ما اقدرش اقول كده، اقدر اقول ان ده اختلاف عن العموم الناس لكن لكن ما مش اكتر، قالوش مش يعني. مرض. تمام. الضغوط النفسية يا دكتور بتسبب للأطفال مرض نفسي؟ طبعا الطفل ممكن يجيله قلق وممكن يجيله اكتئاب وممكن يفكر افكار في اذيه نفسه، بنشوف ده احيانا في المراهقين. يعني ده سبب، ده سبب من ضغوط التنمر اللفظي اللي ابتدى ينتشر جدا جدا. انا بشوف حالات في عيادتي احيانا ويبقى طفل في سن 10 12 سنه وبيتعرض لتنمر او مضايقات من زملاء وتسبب له مشاكل كثيره. أغلبية العباقرة يا دكتور كانوا بيمروا بحالة اكتئاب، هل في يعني في توافق ما بين الإبداع وما بين الحالة النفسية نعم، الاكتئاب؟ هناك ارتباط ما بين الإبداع عند بعض المبدعين وحالتهم المعنوية. في كثير من الأعمال الفنية في الفن التشكيلي وفي الموسيقى وفي الدراما وكده أحيانا ممكن يبدعها الشخص المبدع وهو في حالة نفسية من الارتفاع أو الهوس، والعكس صحيح أنه قد يكتب وهو في حالة من الاكتئاب، بتبقى أفكار تشاؤمية قوي في ذلك الوقت. المرض النفسي أو العقلي يا دكتور ممكن بعد العلاج بتاعه ممكن يرجع تاني لظروف ما، يعني لو اتعالج، أحيانا يعني لو اتعالج حسب وحصل ثلاث ظرف حاجات، مثلا حسب ثلاث حاجات، صدمة نفسية بعد كده حسب ممكن يرجع؟ طبيعة المرض اللي في أمراض منها مزمنة وتتكرر، واتنين ان الطبيب وفق ولا لم يوفق في اختيار العلاجات المناسبة الدوائية وغير، لان في علاجات عندنا في الطب النفسي غير دوائية. ثلاثة انه يحصل ضغوط نفسية متكررة قد تساعد على عودة المرض مرة اخرى. تمام. احنا معنا تليفون،
الو، طيب نقدر نقول يا دكتور الاضطراب النفسي عند حدوث الحيض سواء للبنات او المتزوجات؟ في عدد حوالي 20% من السيدات والبنات حتى غير المتزوجات يتعرضوا من سن مبكر لما نسميه اضطراب ما قبل الدورة الشهرية. أسبوع مثلا قبل بداية الدورة الشهرية تبقى البنت أو السيدة مقريفة منكدة، عصبية، جسمها بيحوش مية، بتبكي بسهولة، تنفعل بسهولة، ترد ردود حادة. ولما تبتدي الدورة الشهرية تحدث أول يوم تاني يوم تبتدي الأمور تهدأ وتتحسن. هذا الشكل من الاضطراب يحتاج إلى تدخل طبيب أو طبيبة النساء على المستوى الأول، وإذا كان الاضطراب شديدا ويحتاج إلى خبرة وتخصص الطبيب النفسي بيبقى ده المستوى الثاني من التدخل. تمام، معلش معانا تليفون تاني يا دكتور. ألو، معلش الاتصال فصل. اتفضل. معلش يا دكتور. طيب كلمنا كده بقى يا دكتور عن اغرب الحالات اللي بتجي لحضرتك في العياده، يعني اكتر حاجه جات لحضرتك ايه، يعني اكتر حاله نفسيه جات لحضرتك، وكان العلاج بتاعها ايه، وكان اسبابها ايه؟ والله يعني ما نقدرش نقول في الطب النفسي اغرب او لا، لاني انا اتعلمت من اساتذتي ان الطبيب النفسي لا هو قاضي بيحاكم الناس، ولا هو واعظ بيتكلم في الدين، ولا هو مصلح اجتماعي بيحل مشاكل زوجية أو أسرية. الطبيب النفسي رجل تخصص في كيمياء وكهرباء وباثولوجيا وفارماكولوجي المخ. بصلح اختلال كيميائي كهربي، بتدخل بالكلمة، الكلمة في حد ذاتها علاج. يعني احنا لما بنقعد مع المريض في جلسة علاجية احنا مش بندردش، مش بنحكي حواديت، ده انا ببتدي من نقطة معينة بوصل الكلام والمناقشة لنقطة أخرى، بوصل بعد كده إني بقدم نصيحة أو توجيه أو تعليمات للمريض أو المريضة. هو ده شكل العلاج النفسي ودور الطبيب النفسي. عايزاك برضو تكلمني يا دكتور عن أعراض تكون شائعة تكون باينة، أو الأعراض برضو اللي هي بتبقى مخفية نكون ما نعرفش عنها أي حاجة، يعني عايزاك برضو تعرفنا. يعني في بعض البنات بعتولي بيقولوا لي إن احنا بنت منهم اتخطبت وحست في فترة الخطوبة في حاجة مش طبيعية، دي ظهرت على مدار يعني على مدار الوقت، فعايزين برضو حاجة غير حضرتك تقول طبيعية لنا. زي ايه فعلا؟ هي بصراحة ما قالتش زي ايه، بس هي قالت حاسة ان في حاجة مش طبيعية فيه، يعني مش فيها هي ولا لا في فيه هو، الخطيب؟ لا فيه هو، فعايزينك برضو تعرفنا، يعني بحكم انك طبيب وبيجيلك والله ناس كتير، اقول فعايزين للست نعرف برضو فترة الخطوبة فترة مهمة خالص خالص عشان البنت تقدر تكتشف المتقدم لخطبتها كاذب ولا صادق، بخيل ولا كريم، عواطفه واضحة وصريحة ولا كتوم ويخفي عواطفه والتعبير عنها. 4، هل هو ناجح في شغله؟ هل هو كفء في عمله؟ هل هو شخصية متزنة مستقرة انفعاليا، ولا وقت الغضب ممكن يكون عنيف لفظيا أو جسديا؟ وده ممكن العنف يكون مرض نفسي؟ طبعا لكن مش عصبي، ما اقولكش انا طالع عصبي، انا زي بابا، انا زي ماما، هو انا زي طبعا ده بيبقى بعض الاستعداد وممكن نتحمله كنوع من التغير في انماط الشخصيات، لكن العنف الذي يصل الى حد الاهانه او التعدي طبعا ده بنتدخل. يعني هو درجات، يعني في ايوه الدرجات العصبية العادية ايوه اللي ممكن ايوه تحصل في كل ايوه البيوت، ولكن في ايوه, عصبية تانية أيوة. بتختلف. لكن لو كان زوج او خطيب معتاد اهانه خطيبته او زوجته او مد ايده عليها طبعا هنا بتبقى القصه مختلفه. طيب ايه الاعراض برضو يا دكتور اللي انا ممكن اعرف، يعني برضو في اثناء الخطوبة او اكتشفها، اعرف ان لا في مرض نفسي، في مرض عقلي، في حاجة مش طبيعية، لو لا في في تقلب يعني شديد في المزاج، لو بيقعد قعدات انا معرفش ايه اللي بيحصل فيها مع اصدقائه، لو في احتمال انه بيتعاطى، لو في احتمال انه بيصرف صرف غير طبيعي، لو في نوبات هياج وعنف، كل ده بيشير الى انه قد يكون هناك خلل يتطلب تدخل
الطبيب. لكن ما فيش حركات، ما فيش يعني ان هو يبقى مروش كده زي ما بيقولوا، ان هو يبقى في حاجه بتحصل كده شويه في السلوك، يعني ان ما في عدم استقرار في التصرف، ما فيش اتزان في الكلام، ما فيش اتزان في المعامله مثلا. كل ده ممكن يشير احيانا. تمام. استاذنك يا دكتور، معانا اسماء. الو اسماء. ايوه اتفضلي يا اسماء، الدكتور معاك. عليكم السلام يا فندم. كيف يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. بارك الله فيك. هساعدك يا دكتور، حضرتك انا دايما يا ريت الصوت اعلى ممكن شويه. ممكن تعلي صوتي يا اسماء؟ في مشاكل بيني وبين جوزي كده دايما، بتكرر ان انا احضر عند جوزي دايما كل سنه نفس الميعاد. خلافات بين زوج حضرتك وبينك، والخلافات دي بتتكرر في نفس الموعد. كل سنة. طيب هل هو بيشتكي من حاجة تانية يا فندم؟ الصداع يا فندم دايما. بيشتكي من صداع ونوبات التغير السلوك اللي كل سنة في نفس الميعاد تقريبا. تقدري تعرفي في شهور ايه تقريبا يا انسة او يا مدام اسماء؟ دايما في شهر 2 يا فندم. شهر 2؟ طيب هل بتتكرر تاني مرة تانية في شهر مثلا 9 او 10؟ لا، هو احنا دايما في مشاكل، هي بتتطور مش بتطول؟ بيطول. بيطول. والله حاولي تقنعيه او عن طريق نفسك او عن طريق اسرته. طب يا اسماء الدكتور هيكلمك، شكرا ليك. اتفضل. انه ممكن تحاولي تقنعيه او اسرته تقنعه انه يزور الطبيب، نشوف بس ايه الحكايه، يمكن انت مبالغه في تصورك. طب لو افترضنا ان هو فعلا ده بيحصل يا دكتور، بيكون اسبابه ايه؟ والله في بعض الامراض زي ما قلت لسيادتك بتتكرر، وتكاد تكون بتتكرر في مواعيد ثابته. ايه السبب؟ استعداد على الجينات الوراثيه وطبيعه المرض. بس يعني حضرتك بتقول لها في شهر 2 ولا ممكن بتتكرر في 8 و9؟ ده ليه علاقه ولا ما؟ ده شكل من اشكال الامراض النفسيه، بياخد الطبيعه دي، بياخد في 8 و9، يعني هو ليه شهور معينه مع تغيير الفصول. ده بيكون مرض نفسي برضو يعني؟ ايوه، مرض الهوس الاكتئابي. وده مش ممكن يتعالج ما بينها وبينه، ولا لازم ان هو يزور الطبيب النفسي؟ يعني مش ممكن تواجهه مثلا تقعد معايا طب ايه اللي حصل لك؟ لا، هنحتاج غالبا للتدخل بادويه لفترات، وندي اجازات فترات، وقبل ما ترجع النوبه التاليه نرجع للدواء تاني. طب لو افترضنا بقى ان الزوج مش عايز يروح، والله تلجا لاسرته، تحاول تخلي اسرته او اصدقائه يقنعوا. لكن ما فيش اي علاج من غير يعني لازم بالطبيب. تمام. احنا معانا تليفون تاني. الو الو معنا هند. الو معلش الاتصال. اتفضلي. طيب كده عايزين بقى تشرح لنا يا دكتور امانة الطبيب. الطبيب النفسي كلنا دايما بيبقى خايفين وقلقانين ان احنا نروح له طبيب يبقى يعني يفشي السر بتاعنا. تمام. اولا في جزئيتين يا فندم. الطبيب بشكل عام حتى غير الطبيب النفسي، اول ما بيتخرج من كليه الطب بيروح لنقابه الاطباء، لو عشان يحصل على ترخيص مزاوله الطب، بيقسم قسم بالله انه لا يفشي اسرار مرضى، والقسم فيه اجزاء او امور اخرى يعني. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الطبيب بيبقى محط أسرار أدق التفاصيل في حياة المريض أو المريضة، وبالتالي أولا ما فيش حد من أسرته أو أصدقائه يعرف عن طبيعة مرضه أو تفاصيلها. كذلك بتبقى دي علاقة صداقة بينه وبين الطبيب، بحيث إن هو بيبقى الطبيب هو الوحيد المؤتمن على هذه الأسرار اللي يمكن ما يقدرش يقولها لأقرب الناس إلي. أنا بشكرك جدا يا دكتور، شرفتيني ونورتيني النهارده وأسعدت بلقاء حضرتك. الله يحفظك، شكرا لذوقك يا فندم. العفو يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، أشوفكم في حلقة جديدة ومعلومات جديدة، وإلى اللقاء. صبري معايا.